بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. يوم الجمعة له فضل عظيم جدا جدا جدا، لذلك من استغل هذا اليوم تقدر تقول عليه ان هو اوكازيون لحسنات، لكم عظيم جدا من الحسنات. كيف تستطيع ان تحصل في هذا اليوم 1000 سنة قيام وألف سنة صيام في ميزانك يوم القيامة؟ وإيه هي الخسارات اللي بتترتب على التأخير عن صلاة الجمعة والذهاب إلى المسجد بعد أن يصعد الإمام على المنبر؟ هنتكلم دلوقتي ونقول ما هي الخسارات، وهي وإزاي حصل هذا الثواب العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث صحيح في صحيح الترمذي، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب أهله ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته خطوة من بيته إلى المسجد أجر قيام سنة وصيامها. شوف الثواب العظيم. دي بقى الخسارة الأولى اللي بيخسرها التي يخسرها المتأخر عن صلاة الجمعة. شوف الثواب العظيم في الحديث ده، هذا الحديث كنز، كنز عظيم جدا جدا. من غسل واغتسل، يعني قال العلماء يغسل رأسه جيدا ويغتسل، يغسل جسده جيدا يعني، بس الرأس أهم. وبكر وابتكر، يعني يذهب مبكرا إلى المسجد، يعني مثلا قبل ما الإمام يصعد المنبر مثلا بساعة إلا ربع ساعة، ودهن من طيب أهله، يحط طيب اللي بيستخدمه مع زوجته عند اللقاء مع زوجته. عشان كده ربنا قال ودهن من طيب اهله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ودهن من طيب اهله. ومشى ولم يركب، ودي اهم حاجه. دي اهم حاجه، تبكر والغسل مهم بس التبكير اهم حاجه. وبعد كده تمشي ما تركبش، ودي اهم حاجه. ودنا من الامام وانصت، قعد قريب من الامام، يعني تقعد في الصف الاولاني وتركز مع الامام وتنصت ولا تلغو، ما تعملش اي سوء وانا كاتب، ما تتكلمش اثناء ما يتكلم. كان له بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيام، يعني ياخد بكل سنه، يعني في او في بينك وبين المسجد. طب هنعمل ايه بقى عشان نحصل هذا الثواب العظيم؟ شوف، او يعني بعض الصالحين بعض الصالحين بيعمل ايه عشان يحصل ثواب عظيم جدا. يذهب الى، يختار المساجد البعيده ليذهب اليها ليحصل اكبر ثواب ممكن. يعني في الاسكندريه مثلا بعض الناس تذهب إلى مسجد القائد إبراهيم، هو ساكن بعيد، ويمشي ساعة كاملة أو ساعة ربع على رجليه، يدخر كل مجهوده ليوم الجمعة بالذات. أو فينا بعض الناس بتذهب إلى مسجد المواساة أو مسجد العمري، ويمشي مثلا نص ساعة، ساعة لربع. أنت لو مشيت نص ساعة تمشي ألف، مش أقل من 1500 خطوة أو 2000 خطوة. شوف بقى الثواب العظيم اللي هتحصل. يعني انا اجاهد وانزل، يعني لاسير الى مسجد المواساه وانا ساكن في وابور الميه جنب شارع قناه السويس او قريبا من محرم بيك، وبمشي حوالي 3 ساعة او نص ساعه عشان احصل هذا الثواب العظيم. ثواب لا، يعني لا يدركه عقل، لا يتصوره عقل، ثواب عظيم جدا جدا. تصور معايا اخي المؤمن، لما تمشي 1000 خطوة تاخد 1000 سنة قيام وألف سنة صيام في ميزانك. يعني 1000 سنة انت صمت، 1000 كأنك صمت 1000 سنة لم تفطر يوما واحدا، كأنه صام نافلة، لأن صام الفرض لا يعادله شيء. لكن كده شيل من شهر رمضان من السنة دي، وخلي كان ال 12 شهر دول ما فيهمش شهر رمضان، 12 سنة، السنة دي ما فيهاش رمضان، كأنك صمت 12 سنة كاملة متواصل لم تفطر يوما واحد، وكأنك قمت الليل كله بس شيل صلاة العشاء لغاية الفجر، سواء قيام ليلة بحالها كل يوم لمدة 1000 سنة. حد يستطيع انه حصل في بعض يعني طب ليه؟ لأن يوم الجمعة له فضل عظيم جدا في الإسلام، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعطانا هذا الثواب العظيم. فالخاسر والمحروم اللي يضيع هذا الثواب، عشان كده بنصح كل واحد بيسمعها دلوقتي، يعني جاهد انك تختار ابعد مسجد ممكن عن بيتك وامشي على قد ما تقدر عشان تحصل ثوابا عظيما جدا جدا جدا.
طب ايه الخسارات اللي بيخسرها يعني متأخر عن المسجد؟ اول حاجة هيخسر سنين القيام والصيام اللي التي توضع في ميزانك يوم القيامة. ده في بعض الناس يعني، انا بروح مسجد المواساة او مسجد ليه؟ لان يصلى فيه على موتى، 6 موتى، 7 موتى، 8 موتى، كل واحد منهم تاخد على تصلي عليه جنازة تاخد مثل جبل احد في الميزان يوم القيامة. يبقى تصلي، يبقى انت هتحصل مئات او الاف السنين من الصيام والقيام، وهتحصل 7 8 جبال زي جبل احد في ميزانك يوم القيامة. شو الثواب العظيم. فيبقى دي المنقبه الاولى للتبكير يوم الجمعه، او الخساره التي يخسرها المتاخر، انه هيخسر كل الخطوات السنين القيام والصيام في ميزان يوم القيامه، ودي خساره فادحه لا تعوض، خساره كبيره جدا جدا جدا. الخساره الثانيه، عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول ايه؟ يجلس الناس يوم القيامه على قدر ترواحهم الى الجمعه. يعني ايه؟ يعني يجلس الناس يوم المزيد في يوم الجمعه في الجنه كما كانوا يجلسون في المساجد في يوم الجمعه. الناس اللي بتجلس في الصف الاولاني هتجلس في الصف الاولاني امام رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يبرز ربكم لاوليائه في الجنه او لاهل الجنه في كثيب من كافور، فيكلمهم وجها لوجه. فيجلس الذين كانوا يجلسون في الصف الاول في الدنيا على منابر من نور، أو الذين يأتون في الساعة الأولى على منابر من نور، والذين يأتون في الساعة الثانية يجلسون على منابر من ذهب، والذين يأتون في الساعة الثالثة يجلسون على منابر من فضة، والمتأخرون يجلسون على كثبان المسك في الصف الخلفية ورا. شوف بقى، فرب العالمين سبحانه وتعالى هيتكلم مع أهل الجنة في يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة كما يتكلم معكم الآن وجها لوجه. فالناس اللي تقعد في الصف الأولاني اللي تيجي في الساعة الأولى هيقعدوا على منابر من نور أو منابر من ذهب في 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 مواجهه لرب العالمين امام رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى سيتكلم مع اوليائه في الجنه كما تكلم معكم الاول، ويقول له: يا عبدي اتذكر يوم فعلت يوم كذا وكذا، يوم فعلت ذنب كذا وكذا؟ فيقول: يا رب الم تغفر لي؟ فيقول: نعم. فيضحك الرب ويضحك العبد. شوف ازاي. فشوف بقى المتعه. عشان كده سيدنا عبد الله المسعود كان يقاتل، كان لازم يخش اول واحد المسجد مره او مرتين بس، دخل الثالث او الرابع. فشوف ليه؟ مرة لما دخل الرابع، الرابع أربعة، ما رابع أربعة ببعيد من الله، لأنه يعلم أنه هيكون برضه في الصف الأول. لأن المفروض الناس بتيجي إزاي؟ الأولاني يجي يقعد في طرف الصف، الثاني يجي يقعد جنب منه في نفس الصف الأولاني، الثالث يجي يقعد في الصف الأولاني، مش زي ما الناس بتعمل دلوقتي. بعض الناس يجي بدري يروح قاعد ورا في الجامع. جيت أول واحد يخش بدري، تخش تقعد في الصف الأول. اللي بعديه يخش يجي يقعد جنبه في نفس الصف، الثالث يخش يجي يقعد جنبه لغايه ما الصف الاول يكتمل، وبعدين اللي يخش بعد كده يبتدي في الصف الثاني. دي السنه. لكن للاسف الناس تخش تقعد على طريقه عشوائيه. ف سيدنا عبد الله المسعود الرابع واربعه، ما رابع واربعه بعيد، يبقى هيكون في الصف الاول برضه. يبقى هو بيحسب مره ثانيه، داخل الثالث قال: ثالث الثلاثه بارك الله في الثالث. يبقى هو كان بيعد، لأنه يعلم، لأنه هو اللي كان بيروي الحديث: يجلس الناس يوم القيامة على القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعة. يبقى يجلسون في مقابلة رب العالمين. يبقى اللي بيروح متأخر بيخسر إيه؟ أول حاجة هتخسر السنين كتيرة جدا من القيام والصيام في ميزانك يوم القيامة. دي خسارة كبيرة جدا. شوف بقى، لما تروح بدري كما يفعل بعض العارفين بالله، بعض الصالحين، بعض العقلاء، ينزل بدري جدا يوم الجمعة، ياخد من نومه وينزل بدري عشان ويختار ابعد مسجد عنه، ويمشي نص ساعه واكتر عشان يحصل عدد كبير جدا من السنين من القيام والصيام. لما تاخد، شوف لما تاخد 1000 سنه، لو انت مشيت تلت ساعه هتحصل مش اقل من 1000 سنه قيام و1000 سنه صيام. يعني كانك صمت 1000 سنه متواصل، ما فطرتش ولا يوم، وقمت الليل كله من بعد صلاه العشاء لغايه صلاه الفجر 1000 سنه، بس شيل صلاه العشاء كانك كل يوم بتصلي 10 ساعات من بعد العشاء لغايه الفجر واقف على رجليك لمده 1000 سنه بدون مبالغه، لان فضل عظيم يوم الجمعه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وادهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغ، كان له بكل خطوه يخطوها اجر قيام سنه وصيامها. يبقى بينك وبين المسجد 1000 سنه، 1000 قيام، 1000 خطوه، هتاخد 1000 سنه قيام و1000 سنه صيام. شوف دول يزودوا لك ميزانك يوم القيامه يخلوه ازاي.
انت متصور معايا حاجه لا توصف. فيبقى اللي بيتاخر بيروح حاجات من بعد الامام بيطلع على المنبر، يبقى لازم انا اروح المسجد قبل ما الامام يصعد على المنبر، بس على البقال التقدير نص ساعه او ساعه الا ربع حتى احظى بهذا الثواب العظيم. يبقى اللي بيروح متاخر بيخسر ايه؟ بيخسر اول حاجه كل السنين دي في ميزانه يوم القيامه. الخساره الثانيه هيخسر ان هو يجلس على منابر من نور او منابر من ذهب في الصف الاول او الصف الثاني قريب من رب العالمين في يوم المزيد. دي خساره كبيره جدا جدا. ليه؟ اولا هيخسر المتعه من القرب من رب العالمين. شوف بقى لما تبقى قاعد قريب قوي من رب العالمين تتكلم معاه وجها لوجه، شوف المتعه. الذين احسنوا الحسنى وزياده، الزياده هي رؤيه رب العالمين. في فرق شاسع بين ده الناس لما بتروح تعمل معصيه تتفرج على السينما ولا المسرح بيقطع لوج او بلكون عشان يشاهد، وانت تضحي بالصف الاول وتضحي بالمنبر، يبقى انت هتخسر القرب من رب العالمين والتمتع برؤيه رب العالمين مع القرب، هتخسر الجلوس على منابر من نور وتقعد في الصف الخلفيه على الكثبان المسك ورا، دي خساره كبيره جدا جدا. الخساره الرابعه تخسر النور الذي ستاخذه من رب العالمين وانت قريب منه. يبقى الناس اللي هيجلسوا، عشان كده كما قال العلماء هيجلسوا على الصف الاولى هيبقى قريب جدا من رب العالمين، هيتمتع متعه لا توصف، هياخد من النور ده في وجهه هيرجع زي الشمس. والنور اللي بتاخده ما بيروحش جنه، ما فيش حاجه بتذهب ابدا. عشان كده سمي يوم مزيد. ليه؟ يزداد المؤمن فيه في الجمال والبهاء والنور والقوه وفي كل شيء. وكل جمعه بالطريقه دي، عشان كده سمي يوم مزيد، يوم مزيد. المؤمن يقابل المؤمن يوم الجمعه في السوق، هم رايحين يقابلوا رب العالمين عشان يقعدوا يتكلموا معاه. يلاقي يقابل واحد في درجة اعلى منه، يقول يا رب اخي فلان، اخي هذا احسن مني وجها واكثر مني ضياء واجمل مني ملبسا، يا رب البسني ما يلبس واكسوني ما يلبس واعطيني من النور كما اعطيته. فيعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى من النور والبهاء والجمال والملبس زي ما اعطاه، وبعدين عندما يفترقا يرجع الفرق زي ما هو تاني، فيعطي الاخر ويجعله يتفوق عليه، يفضل بحيث الفرق يفضل هو. عشان كده سمي يوم مزيد. شوف انت، يبقى ولي الله سبحانه وتعالى لما يقعد على منبر بالنور قريب من رب العالمين ويتمتع بكل هذه المتعه ثم يرجع الى قصره، فيجد فتراه زوجته كالشمس. والله تقول له والله لقد ازداد نورا وبهاء وجمالا، وتطلب منه ان يواقعها وتغازله غزل لا يوصف. المراه في الجنه ستتغزل في زوجها غزل من شده الجمال، والله تقول وتقول له والله انك لاحلى شيء في الجنه عندما يواقعها وتشعر اثناء العلاقه الحميمه بزوجها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفطر ذكره ولا يفطر قبولها. الجماعه في الجنه بين الزوج والزوجه قدر الليله بحالها من لياليكم كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان الليل 8 ساعات ولا 10 ساعات يبقى ولي الله سبحانه وتعالى يناكح زوجته لمده 8 ساعات 10 ساعات لا يفطر ذكره ولا يفطر قبولها. يرجع من امام رب العالمين وهو قاعد على منبر من نور قريب جدا من رب العالمين زي الشمس. والتاني اللي قاعد في كثبان المسك طبعا خسر المتعه وخسر النور اللي بيتاخد، لانه خد نور ضئيل جدا من رب العالمين بالمقارنه باللي كان قاعد في الصف الاول. شوف الخساره الفادحه، تخسر اجر بدنه او بقره. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يعني يتقبل صدقه احدكم وياخذها بيمينه ويربيها له كما يربي احدكم الفلو او المهره حتى تصير اللقمه كجبل احد. شوف انت تصور معي البدنه تبقى ربنا يبارك فيها تبقى قد ايه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى لبعض الصالحين مش لكل الصالحين، كما جاء عن سيدنا ابو هريره في الحديث الصحيح ان الله ليضاعف الحسنه بألف ألفين حسنه. يعني خلي الحسنه في اليوم يبارك فيها، يبارك فيها رب العالمين تبقى الحسنه تبقى 2 مليون حسنه، 2 مليون حسنه يوم القيامه. فما بالك بقى بالبدنه والبقره لما تضع في ميزانك يوم القيامه ويبارك رب العالمين فيها تبقى ايه يوم القيامه؟ يبقى اللي بيخسر اللي بيروح متاخر بيخسر ايه؟ بيخسر اجر بدنه او بقره توضع في ميزانه يوم القيامه. تخسر السبق الى الجنه، السابقون هم السابقون الى الجمع والجماعات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى بعض الناس بتتاخر وتاتي بعد الامام يصعد على المنبر او تاتي بعد قبل الامام يصعد على المنبر بخمس دقائق او 10 دقائق او يجي بدري ويقعد في الصف الخلفيه اللي ورا. وربنا ياخره. لا زالوا اقوام يتاخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. يعني ياخرهم في دخول الجنه ويؤخرهم يوم القيامه وهم جالسون يقعدوا ورا، يعني هو كان بيتاخر وبيتخاذل عن صلاه الجمعه. شوف السوء الثواب العظيم. يبقى
يبقى شوف، يبقى المراقب العظيمة للتبكير يوم الجمعة ايه؟ أول حاجة، مئات أو آلاف من السنين من القيام والصيام، خصوصا لما تختار مسجد بعيد وتمشي، وتمشي على قد ما تستطيع، كل ما تكون مسجد أبعد، وتجاهد نفسك يوم الجمعة، خصص اليوم ده للثواب. اصحى بدري ساعة، تعالى على نفسك، لأن نص ساعة بدري معناها 500 سنة قيام زيادة، أو 500 سنة قيام وصيام في ميزانك يوم القيامة. معناها إن أنت تبدأ تختار مسجد بعيد وتمشي كتير، وتحصل ثوابا عظيما جدا يوم القيامة. طب تخيل معي سنة قيام وسنة صيام في ميزانك تبقى قد إيه يوم القيامة؟ تخيل معي لو أنت اخترت المسجد البعيد وزودت في ميزانك يوم القيامة 500 سنة أو 1000 سنة قيام وصيام، الميزان يبقى عامل إزاي يوم القيامة؟ بس كده احنا عمرنا كله 70 80 سنة ولا 100 سنة. حط عليهم بقى آلاف السنين اللي أنت هتجنيهم من كل يوم جمعة، باذن الله تصل الى الفردوس الاعلى. لو في شيء اعلى من الفردوس الاعلى لكن نكون نصل اليه بهذا الثواب العظيم، هديه من الله سبحانه وتعالى. العاقل من يفرط في هذا الثواب، الانسان الغير عاقل هو الذي يفرط في هذا الثواب. يبقى اول حاجه هيخسرها المتاخر مئات من او الاف من السنين من القيام والصيام في ميزان يوم القيامه. تاني حاجه يخسر الجلوس على منبر من نور في يوم المزيد. تالت حاجه يخسر القرب من رب العالمين. رابع حاجة يخسر التمتع برؤية رب العالمين عن قرب. خامس حاجة يخسر النور الذي يأخذه من رب العالمين هو جالس في الصفوف الأمامية على منابر من نور. سادسا يعني يخسر النور والبهاء والجمال. سادسا يتأخر في دخول الجنة، يدخل الجنة متأخرا ولا يكون من السابقين إلى الجنة. فلما أنت بتأخر عن صلاة الجمعة تذهب متأخرا، يبقى الناس اللي بتروح أول واحد صلاة الجمعة، تأكد ان انت هتكون من اوائل الناس اللي هيخشوا يوم القيامه الجمعه، هتكون في رقب الصحابه رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم، بتكون من اوائل الناس. لو انت بتروح يوم الجمعه بدري وقبل ما الامام يصعد على المنبر بفتره كبيره، تأكد باذن الله انك هتكون من اوائل الناس من السابقين الى الجنه. وده معناه انك تصل الى الفردوس الاعلى وكلك منزله عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وتجلس على منابر من نور في يوم المزيد، وتقعد في الصف الاول وتكون من رب العالمين وتتمتع وتاخذ من نوره وتاخذ اجر بدنه او بقره. اللي بيجي متاخر قبل اخر واحد بياخد بيضه اللي هو قبل او الامام بيصعد على المنبر بعد 3 4 دقايق 5 دقايق، اللي بيجي في الساعه 5. بعد كده لما الامام بيطلع على المنبر بتدخل الصحف، تجلس الملائكه اللي تسمع الذكر، وانتهى وانفض المولد او انفض الصواب العظيم، ورابي حمل ربح وخسر من خسر، ولا حول ولا قوه الا بالله. فيا ريت كل سمعني دلوقتي يا ريت نتقي الله ما نضيعش هذا الثواب العظيم الذي سنندم عليه يوم القيامه اشد الندم. اتقي الله وروح المسجد بدري، اصحى الساعة 10 صباحا، لو الصلاة الساعة 12 خش اغتسل بسرعة، مش أكثر من 3 إفراغات على رأسك. لو أنت مش على جنابة، يا دوب بس تنزل مية على دماغك والمية تنزل على جسمك، امسح الجزء اليمين الأول بعدين الشمال، بعدين امسح الجزء الرجل اليمين والشمال، وخلل بين أصابع اليدين والقدمين وكويس، وتتأكد واطلع خمس تشيخ بينك 3 دقايق، أدي الغسل. بعد كده البس أحسن الثياب عندك لأن ده يوم عيد، وخد معاك السواك، ما تسويش سواك مهم جدا، تسوق لان السواك من سنه يوم الجمعه سواك له ثواب عظيم. والدهن حط احسن برفان عندك من اللي بتستخدمه مع زوجتك، وانزل بدري واختار ابعد مسجد وامشي على قد ما تقدر 500 خطوه 1000 خطوه، كل خطوه في الصيام قيام سنه والسنه، هتحصل كل هذا الثواب العظيم اللي انا قلته دلوقتي. قيام مئات السنين من قيام الصيام، الجلوس قريبا جدا من رب العالمين في يوم المزيد في الجنه، الجلوس على منابر من النور، الاخذ المتعه الكبيره التي لا توصف بالنظر الى وجه العالمين وانت على قرب منه، الاخذ من هذا النور وتبقى عامل زي الشمس، والنور اللي انت هتاخده مش هيروح منك خلاص، هيفضل معاك لغايه الجمعه اللي بعدها، تزداد نور على نور. وكل ما تقعد في كل جمعه بالطريقه دي، كل ما تقعد في كل جمعه في الجنه برضه في نفس المكان، وتتمتع وتاخذ من هذا النور، و تكون من اسبق السابقين الى الجنه، وتدخل الجنه مبكرا، وتصل الى الفردوس الاعلى. انا هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو لكثير من الناس اللي يعلموا، ومن علم علما ارجو نشر هذا العلم، لان يعني نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ومن علم علما فانه اجر من عمل به الى يوم القيامه، لا قزام قبول مشان اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.